انا المره دي فيها الشقه بتاعت امي، لازم اطلع اطل عليها. شقه امك؟ لا، ما هو شقه امك دي انا عارفه حكايتها من الافلام والمسلسلات. يا حبيبي اللي انت بتفكر فيه مش هيحصل، مش هيحصل لا في شقه امك ولا في شقه ابوك. لما ندخل على بعض انا مستعد اعمل ده ان شاء الله. ان شاء الله في العربيه اللي احنا قاعدين فيها. في العربيه؟ دي مراتي، ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخل. عاوزاني اخونك يعني؟ انا محتاج ده وانت كمان محتاجه ده، حق مشروع لينا احنا الاتنين. ما باخدش حبوب. ما انا هعمل. ما تخافيش، انا عامل حسابي.